رحاله احمد حجاج جوجوفيتش. انا شايف ان انا اقول ما انا جاي بس على ايه، انا شايف ان اقول للسفير احمد حجاج جوجوفيتش ان هو ده التارجت اللي وصل لنا من شغل احمد الصراحه ومن سفرياته كتير. فرحاله دي تقولها انت، انا هقول السفير دايما لان سفير شرفنا بدول كتير وشرفنا بحاجات كتير ولسه هيشرفنا بمعلوماته اللي خدها بقى من الدول، وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده ان شاء الله. شرف ليا، ده شرف ليا. هنبدا بحاجه، كل الناس تقول لك انا عايز اسافر العالم ده، نفسها كل الناس نفسها تسافر، بس مين فعلا ابتدى يشتغل على الحلم بتاعه وسافر العالم؟ ولا حد يعني، اخرنا بنروح الحاجات الكوميرشال جدا او اللي معروفه بالنسبه لنا اللي هي الحاجات اللي هي كلنا بنروحها، اللي هو بنعمل شوبينج منها، فيها فسحه معروفه، فيها مش عارف ايه معروفه وخلاص على كده. بالنسبه لنا ده انا لفيت العالم، ده انا روحت مش عارف فين وفين وفين في اوروبا وفين هنا دول جنبنا وحاجات كده وخلاص. بس انت فعلا ابتديت انك لفيت 115 دوله، ابتديتها منين وكان ايه الكونسبت وعملتها ازاي؟ يعني عايزه اجيب من الاول خالص. هي الفكرة، بس عايز اقول حاجة ان هو حتة انك انت تقولي الناس عايزة تلف العالم، هي تفرق جدا الناس عايزة تلف العالم ليه. طبعا انت قلت يعني الهدف من تلف ليه؟ عشان تخاطر تعمل شوبينج، ولا عايز تلف عشان خاطر تشوف شوية حاجات، تاخد شوية صور سيلفيز عشان تحطها على الفيسبوك بتاعك؟ طبعا. او عايز لنفسك، عايز تسافر لمجد شخصي، او عايز تسافر في مليون طريقه انك انت عايز تسافر. هل انت بتسافر واحد زي مثلا كواحد ما شاء الله رحت 115 دوله، هل انا كان الهدف مني ان انا اجمع اكتر عدد ممكن من الاختام في الباسبورتات؟ كان زماني خلصت 193 دوله بتوع الامم المتحده من بدري. تمام. الفكره كلها، اول حاجه انت عايز تسافري ليه؟ عايز تسافري بانهي ميشن؟ عايز تسافري بانهي مينتاليتي؟ انا واحد الحمد لله سبحانه وتعالى، زي ما عشان نبتدي من الاول، انا واحد الحلم ده كان عندي وانا عندي 4 سنين وانا صغير. موجود بالفيديو في برنامج وسط الريح في القناه الثانيه فعلا، ده ايام لما احنا صغنططين في نادي هليوبلس طالع بسين. فالراجل بيقول لي نفسك تعمل ايه يا حبيبي لما تكبر؟ قلت له نفسي اروح اليابان. قال لي ليه اليابان؟ قلت له عشان خاطر ابعد دوله في العالم عن مصر. تمام. انا متخيل ان اليابان ما كانتش الاجابه الطبيعيه خالص. خالص. انا نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اروح اليابان يعني. فقال لي ليه يا بنت؟ عشان ابعد دوله في العالم مصر، نفسي اروح كل دول العالم لغايه ما وصلنا. حلم طفل عنده 4 سنين واحد بيتكلم كلام، فاهم؟ لما طلعوني على التلفزيون طبعا طلعوني يقولوا معانا الطفل احمد مدحت. الناس ما تعرفش ان اسمه احمد مدحت. احمد مدحت حاجه. فمعانا الطفل احمد مدحت، ما قالش زي الناس الطبيعيين لما تسأل زي ما انت قلت بالظبط، ان هو مش عايز يبقى ظابط، مش عايز يبقى دكتور، حتى عايز يلف العالم، ماشي انه عايز يبقى طيار. استضافك من نطاق اللي انت مختلف عنده. هو ما استضافنيش، هو جيت معاه كده. انا طالع في النادي عند سينا، لا تطلع عايز يلف العالم، عايز يروح اليابان. تعالى يا ابني رايح فين؟ فحتى فبيقول لي ليه يا حبيبي عايز تروح؟ قلت له انا نفسي والله، ان انا عارف هناك في مازنجر وكابتن ماجد وبتاع، نفسي اروح العب معاهم. مش كده يعني. يعني برضه دي حاجه طفل بالنسبه لي، اليابان دي حاجه ابعد دول. لما كبرت مش كبرت شويه يعني، بعديها بفتره بديت ان انا بجد ان انا يتمحور في مخي حته ان انا طب ليه ما ابتديش اعمل بجد على حلمي. ابتديت ارسم طرات على الحيطه، ابتديت ان انا في كل حته بروحها، في مدرستي، في بيتي، في وريفر بروح، ابتدي ارسم طرات، رسم الكره الارضيه، رسم يا رب سافر يا رب كسر. بس كنت هقول لك رسمك للكره الارضيه، هو البيت كونك كده زي ما اكيد البيت ليه برضو عامل مساعد ان الحلم ده يتنمى، ولا ما كانش ليه علاقه خالص؟ لا، هو في حاجه واحده ان هو يعني هحكي لك فيها. انا دلوقتي خلال الفتره من 4 سنين 14 سنه انا كنت عندي يعني حلمي، انا لسه ببني الحلم. تمام. واللي كان ساعدني على كده طبعا جدي الله يرحمه اللي هو حسين حجاج. كان عشان سافر كتير، كان حتى في الجيش يعني، معروف ان في الجيش ممنوع ايام جامعه عبد الناصر كده ممنوع ان هو واحد يسافر. طبعا هو دخل يعني وزير الدفاع ساعتها وقال له انا عايز اسافر كذا، وراح رايح معاك كاميرا سينما، انت متخيل كاميرا سينما؟ وراح سافر اوروبا من تشيكوسلوفاكيا ومش عارف ايه وبتاع، لف بلاد كتير جدا لغايه لندن. وهو معاه كاميرا السينما دي وبيصور، عندي الفيديوهات لغايه دلوقتي. بيصور بيحط مثلا بيست الحاجه وبعدين بيمشي. طبعا ما كانش في صوت طبعا، فكان بيمشي قدام مثلا ليتس سي ان هو بيج بن الحته بتاع بيج، فيروح متمشي وحاطط موسيقى وبتاع ان هو عايز يبين للناس، كان عايز يشيرها معانا. فانا لما اتفرجت على فيديوهات جدي دي كانت برده لوحده وصنع شغل لوحده. فبعديها والدي ربنا يديه الصحه والعافيه وجدي فضلوا برده معاهم، فضلوا معايا ان هم علموني حته ان هم عشان قوات مسلحه، فعلموني حته حب البلد، حب العلم المصري، وحب ان انا على طول كنت متربي على العلم المصري اللي هو اترفع على الضفه الغربيه عندنا، ضفه سوري الشرقيه للقناه، اللي هو ايام حرب الاستنزاف والصاعقه لما راح حطوها واسرائيل ضربتها بالطيارات. فدي برده حب. فده انا عندي حلم ان انا نفسي اسافر وعندي حب البلد. فانا لما كبرت وعندي 14 سنه كتبت لسته احلامي، الورقه عاديه زي
مكتوب قدامكم كده. كنت قرفان وزعلان. انا بكتب لسته احلامي عمرها ما بتتحقق. ليه؟ مش عارفه يا حاجة جوفيتش، مش عارفه تفتكر المشكله فين. ما تشتغليش عليه فعلا. كتبت كان ايه كان من لسته احلامك غير انك تسافر؟ لا في حاجات كتير جدا. زي هو مش هي لسته احلامي فيها ان انا برضه هي نصها او تربعها او 90% منها حاجات تبع السفر. ليه علاقه بنفسي ان انا نفسي ان انا اتعلم كذا لغه غير عربي والانجليش. نفسي ان انا اسافر في الهند فوق القطر من مدينه لمدينه. نفسي ان انا اروح ازور تمثال كندا. مقومات تخدم على السفر بالظبط، حاجات جوه السفر. نفسي اروح اعمل فرحي. واحد عنده 14 سنه بيكتب نفسي اروح اعمل فرحي في جلو وورم وتومو جلو وورم كيفز اللي هي اقدم كافة كريستال في العالم في نيوزيلندا. نيوزيلندا رحت هناك فرحك هناك؟ لا رحت هناك بس ما كانش فيه فرح. انا رحت بس كانت عاوزه مش معايا. شطبت على ال يعني ان انا زرت كافة بس ما شطبتش على 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 على, على, على جوازي. الحاجه الثانيه اللي انا بقول لك لما كبرت بقى عندي بجد بقى كبرت دخلت كليه لقيت ان انا طيب. انا وانا عندي 15 سنه سافرت لوحدي المانيا، كانت لوحدي كانت اول تجربه ان انت تكون نفسك في حاجه قوي بتلاقي انك انت بتخبطي. هوصلها دور على اي فرصه تقدر تحقق منها ولازم تاخد الريسك. فانا سافرت وانا عندي 15 سنه سافرت المانيا من غير صحابي من غير اخواتي من غير قرايبي من غير اي حد تماما. رايح كده ف لوحدك فتحت على العالم ان انا عايز عشان انا اقنع عشان اقنعك يا احمد طبعا. حاجه لازم يبقى انا 100% انا عامل ازاي وعايز اكسر ستيريوتايبس. رحت شفت الدنيا يعني كانت قصه كده عشان ما تدخلش في ديتيلز فيها يعني ناس كتيره عارفه اكيد. هنكمل كلامنا اكيد مع الرحاله المصري احمد حجاجوفيتش.